بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين. لو الناس تعرف، لو اللي بيمشي في حاجة الناس صعوبة قد إيه، ما كانش حد يعني يرفض طلب أو مساعدة أي إنسان إلا إذا كان عاجز عن إن هو يساعده. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: لأن أمشي في حاجة لي لأن أمشي في حاجة لأخ لي في الإسلام خير لي من اعتكف في مسجدي هذا شهر. وفي روايه تانية شهرين، وفي روايه تانية ضعيفه ب10 سنوات. سيب من الروايه اللي هي ب10 سنين دي، يعني سيبها، خلينا باعتكاف شهر او شهرين. لو انت مشيت مع اخ ليك في اي شيء، في اي كلمه حاجه، يعني ايه؟ واحد مريض عايز يروح الدكتور، تاخده توصله بعربيتك، تقول له انا هاجي لك النهارده، اخدك بعربيه بتاعتي اوصلك لغايه الدكتور. واحد عايز وظيفه، تتوسط له في وظيفه، تاخده تروح بيه للشركه. واحد يعني انا شخصيا ليا طالب بعلم القران، هو صيني عايز يرجع الصين، قلت له واحد تاني كنت بعلمه برضو عنده عربيه، روح له بيته، خده بعربيتك، وصله المطار، وقف معاه لغايه ما يركب، هتاخد ثواب اعظم من انك انت تعتكف شهر في المسجد النبوي. قال لي حاضر، ايمانا منه واحتسابا لهذا الثواب العظيم. انت حتى لو في بيتك وتشفعت الانسان او خلصت له مصلحه بالتليفون، ممكن تاخد اجر، حتى لو مش اجر شهر، اعتكاف شهر، اعتكاف نص شهر، اسبوع، ومش بعيد، لان تستكسر فضل الله سبحانه وتعالى انه تيجي اعتكاف شهر وانت في بيتك عشان تخليص حاجات الناس ومصالح الناس. فما ترفضش اي 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 اي, أي مصلحه، بالعكس دي منحه من الله سبحانه وتعالى. لما يجي لك واحد يقول لك ساعدني وديني، اعرف ان ربنا سبحانه وتعالى عايز يديك ثواب. ويعني بالله عليكم، لما تروح تاخد عربيتك وتوصل واحد مكان معين، او توديه للدكتور، او توديه مستشفى، او تقضي له اي مصلحه من المصالح بعربيتك حتى وانت قاعد في بيتك بالتليفون، واحتسب هذا الاجر. يعني انا بعمل انا بقى ده اهم مهم قوي، ان انت تبقى محتسب، انا بعمل العمل ده عشان عايز اخد ثواب اعتكاف شهر في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. طب بالله عليك، ايهما اكثر مشقه؟ تروح لمده نص ساعه ولا ساعه مع واحد بعربيتك توصله، ولا تعتكف شهر في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لكن ما فرضت السنن والعبادات الا لتهذيب الناس، لاصلاح اخلاق الناس. هو ده الهدف من العبادات. عشان كده انت لو حققت ثمره العبادات دي، تاخد ثواب اكثر من العبادات نفسها. عشان كده انا بقول لحضراتكم، اللي يعمل اي تمشي في اي حاجه، اي اخ مؤمن هتاخد ثواب اعتكاف شهر في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، مش في اي مسجد. فيا ريت كل واحد سمعني دلوقتي، حاول انك تدور على اي واحد تساعده في اي مصلحه، وتخرج معاه وتروح معاه بنيه ان انت تاخد اعتكاف شهر في ميزانك يوم القيامه. وده ثواب عظيم جدا لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.